من ضمن برضو الأخبار اللي كانت معانا على مدار الأسبوع، طبعا شهادة أمان اللي حضراتكم عارفينها، شهادة من الشهادات اللي تم طرحها علشان العمالة غير المنتظمة. طبعا حضراتكم عارفين إن احنا في مصر عندنا عدد كبير للعمالة غير المنتظمة اللي موجودة. العمالة دي ملهاش ولا تأمين، وبعد الشر لو حد فيهم حصل لهم إصابة ملوش أي تعويض، وبعد الشر لو حصل حالة وفاة الأهل هيبقوا ما عندهمش أي عائل ولا هيبقى عندهم أي دخل. الحقيقة إن الشهادة دي في بداية شهر مارس لو تفتكروا لما افتتح الرئيس السيسي مدينة العالمين الجديدة أطلق الشهادة دي للعمالة المؤقتة، وهي مش عايزة أي إجراءات أو مستندات. هي القيمة بتاعتها من 500 جنيه ومضاعفاتها، وبتكون مدتها 5 سنين أو 10 سنين. الشهادة دي بتصرف في حالة الوفاة وليها مزايا مادية كبيرة. مع الإقبال الكبير على الشهادة في كل محافظات الجمهورية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من يومين عقدت اجتماع مع ممثلين البنوك في مصر، بنك الأهلي، البنك المصري والقاهرة، عشان تبدأ تحدد آليات طرح شهادة أمان، بس ده بقى للمصريين بالخارج، لأن طبعا حضراتكم عارفين إن العمالة غير المنتظمة كمان موجودة في الخارج. والحقيقة في بيان بعد الاجتماع قالت الوزيرة إن طرح شهادة أمان كان واحد من المطالب اللي هي تلقتها خلال جولاتها الأخيرة بأكثر من دولة. طبعا السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم كانت موجودة في جولات عديدة مع المصريين بالخارج علشان موضوع الانتخابات الرئاسية، وهي في الخارج لقت إن في طلب على موضوع شهادات أمان، فبالتالي عقدت هذا الاجتماع عشان يتم شرحها، الشهادة دي يتم طرحها يعني في الخارج. ومفروض إن هي بتواصل مع البنك المركزي اللي رحب بطرح الشهادة للمصريين بالخارج، ومفروض إن حسب البيان اللي صدر من وزارة الهجرة إن البنوك هتبدأ إن هي تطرح الشهادات دي للمصريين في منطقة الخليج كمرحلة أولى. طيب أنا معايا على التليفون الأستاذة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر. يا أستاذة سهر مساء الخير وأهلا بيكي. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هل يا فندم حددتوا أي ميعاد لطرح الشهادة وتحديدا للمصريين في الخارج؟ لا يا فندم لسه، بس هي تحت الدراسة دلوقتي، وأعتقد قريبا جدا هيبتدي نطلع أخبار عن هذا الموضوع. لأن حضرتك برضه عارفة إن الكلام ده في بعض الفنيات بيتم دراستها طبعا. تحديدا من احنا بنتكلم الشهاده هتبقى هل بالجنيه المصري ولا بالاجنبي، طب شركات التامين، الدراسات الالكترونيه اللي بتتعمل، فده يعني اعتقد في فتره قريبه جدا هيتم النشر في هذا الموضوع ايه اللي هيتعمل بالظبط. طيب بس هل طبعا زي ما حضرتك قلتي ده موضوع مهم، لان برضه في عماله الحقيقه مؤقته موجوده في دول الخليج، وبالتالي ممكن تستفاد جدا من هذه الشهادة، وأنا شايفاها مبادرة قوية جدا من سيادة الوزيرة والبنك المركزي. طيب هل هيبقى في بنوك وسيطة، ولا يعني المصريين في الخارج إزاي ممكن بعد يعني إن شاء الله طرحها يستفيدوا منها ويحصلوا عليها؟ في بنك وسيط معين يعني بدون ذكر أسامي، بس الآليات يعني للتنفيذ؟ لا بصي حضرتك، مثلا بنك مصر إحنا عندنا 5 فروع في الإمارات. في بنوك وسيطة معانا عندنا في السعودية في الكويت. وبالتالي انا مش شايفه دي هتبقى عائق على الاطلاق. طيب هل في اي معلومات للمصريين في الخارج حضرتك تحبي تقوليها لهم عن فكره طرح الشهاده، الحصول عليها، ممكن لو عندهم اهالي هنا مثلا يعملوا لهم الموضوع ده، ولا لازم من بره، ولا اي اليات اخرى؟ ما شوفي هذه الاليات حاليا يتم الاتفاق عليها ويتم عمل الدراسه عليها، وبالتالي اول ده ما هيتم واعتقد في فتره قريبه جدا هننشر كل هذه الاليات بالنسبه للناس كلها. تمام، وانا وعدك اكون اول واحده اتكلم في البرنامج عند حضرتك بهذا الموضوع ان شاء الله. انا الحقيقه بشكر حضرتك طبعا، وان شاء الله تكوني معانا لما يتم طرحها للمصريين في الخارج عشان تقول لنا تفاصيل اكتر، لان اكيد في ناس كتير حابه ان هي تعرف المعلومات دي. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه سهر الدماطي، نائب رئيس البنك، بنك مصر. شكرا جزيلا لحضرتك.